أسبوع حافل بالموسيقى نختتمه الليلة بعرض حصري على خشبة قصر المؤتمرات. التانيث الذهبي يسند السي خليل غزاله. واخيرا مش معنى خلقنا مخاطر توا، جي وقت التانيث الذهبي مسك الختام. ندعو لتسليم التانيث السيد وزير الشؤون الثقافيه الأستاذ والدكتور محمد زين العابدين. إذا التانيث الذهبي يسند إلى عادل إسماعيلي. Lors de la jeunesse tunisienne, lors de ces rencontres magiques et magnifiques.